اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على اللهم صل على وعجل فرجهم وفرجنا بهم وحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في أرضه وحجته على عباده إمام العصر وناموس الدهر مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعل أرواحنا وما ملكت أيدينا ومن في الوجود لتراب مقدمه الفدا. السلام عليك يا أيتها الممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك موالون، فإن كنا قد صدقنا فألحقينا بتصديقنا. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك يا أيتها الشهيدة المضطهدة. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا لك ولأبيك وبعلك وبنيك الفداء. يا غريب يا مظلوم، شجون تستهل لها الدموع، شجون تستهل لها الدموع وتحرق من لواعجها الضلوع. وقفت على البقيع، وماذا في البقيع؟ أتيقنت يا فردوسي، شيخ عبد المنعم الفردوسي، أتيقنت أن قبرها في البقيع؟ لا نتيقن بذلك. وقفت على البقيع فسال طرفي وقلبي، فالدموع هي النجيع كأن مصيبة الزهراء بيت بقلبي للأسى، وهو البقيع أمثل البضعة الزهراء تجفى. يا رسول الله، هذه اسأل نقدمها لرسول الله، نقدمها لأمير المؤمنين لصاحب العصر والزمان. أمثل البضعة الزهراء تجفى
ويعفى قبرها وهو الرفيع ويغصب حقها جهرا وتؤذى بحيث وصية الهادي تضيع تصد عن البكاء على أبيها فتحبس في محاجرها الدموع وتقتطع الأراكة حين تأوي لظل غصونها كف قطيع ويحرق بيتها بالنار حقدا. يا زهرة يا أيام الفاطمية ويحرق بيتها بالنار حقدا ويهتك يعز على الغيار ويهتك سترها ويهتك سترها وهو المنيع ويكسر ضلعها بالباب عصرا فيسقط حملها وهو الشفيع وينثر قرطها لطما ويلوي ويدمي صدرها المسمار كسرا فينبع بين ثدييها النجيع وينثر قرطها لطما ويلوي عليها الصوت والسيف الصنيع ولطمة خدها للحشر تبقى يشيع بها وحمرة عينها للحشر تبقى بها من كف لاطمها تشيع مصائب بالفضائع قد تناهت وكل مصيبة خطب فظيع تنوح فتسمع الشكوى وتدعو وما في المسلمين لها سميع قضت ألما من الزهراء فيها حشاشة قلبها وهو المروع دقع دعاء سعدي ولطمة عيوني وصوت العبد والرام يا ابو القاسم متون هجموا علي داري وما حد وقف دوني بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما يذوب شحتم البويا من مصابي وكثر بلوى فقدك وغصب المرتضى وحنت يتا وكسر الضلع وتسقط جنيني من حشاي
نهبة ونحلتي وصابرة والصبر كم دوم كم دوم أنا تصبر وقلبي كله جروع ثاكل بيام الله يمنعوها من الله يا بكل يوم اخذ صبطين ونروح يم القبور ابكي ونرجع وقت الغروب يا ظلال يا ضاف العدا قطع وظلالي اقعد بحر الشمس من حول يطفى وارجع وعاين من براك يا بوي ما شوف ليل نهار غير هموم وكرو فقدك يا ابو ابراهيم نحل ورث جسمي نحول وريحانتك بناي بعدك صاب هذبو نال العدى بهضمي اذلهم كل مأمول انا ما اشوف ليل نهار غير هموم وكرو اين علي يا زهراء اين حيدر اين داحي باب خيبر حتى تجري عليك كل هذه المصائب قالت عني كفيل الدير هالعالم يمينا بالصبر وصيت يا سلطان المدي وقومك عليه قلوبها اتغلب ضغينا بدر احد وحنين منا يطلبوا لكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عليه توكلت واليه انيب وعلى ظالم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم الآية المباركة وانطلاقا من العنوان الذي طلب إلي التحدث فيه وهو عنوان يرتبط أيضا بالمناسبة حيث أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مثال الكمال في الحجاب والعفاف ومثال الكمال في الزينة الإلهية
الباطنية والظاهرية. العنوان: الحجاب و ما أدري الأناقة الظاهر أو الحجاب والجمال. دعونا نعطيه هذا العنوان. ومن هنا سيأتي الحديث عاما وخاصا. أولا، من حيث العام الذي نتحدث عن الآية المباركة، الآية 26 من سورة الأعراف، وهي عبارة عن تعميم، 4 تعميمات قرآنية. الآية 26 27 28 29 والتاسعة والعشرون، تعميمات يعتبرها كثير من المفسرين بأنها تعميمات لما توجه إلى نبي الله آدم. آدم صدرت له عندما كان في الجنة العديد من الأمور، وبعد المخالفة صدرت له أيضا، وباعتبار أن المخالفة الأولى أدت لو لم يكن إلا أن يكون آدم في عالم الابتلاء، كان في الجنة ومرتاح ومستانس وماكو تكليف وماكو وأكل وشرب، فندق من جميع التجهيزات موجودة فيه، لا عناء لا صلاة لا 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 من جميع الجهات. الله طلب من عنده: ولا تقرب هذه الشجرة، ترى تحمل سلج، هذا محظور، هذا بعنوان، لا بعنوان التحريم حتى، لا بعنوان الأولوية، لأن هناك ماكو تكليف في الجنة، ماكو ترك الأولى، لكن الله اعتبره مقدم الابتلاء، فأكلا منها فبدت لهم فطفقا يخصفا، خلاص زين. إجت العديد، فالتعميم الأول هذا التعميم: يا بني آدم إنا أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك، ذلك من آيات الله. التعميم الثاني: يا بني آدم، آدم لا يفتننكم الشيطان، هذا التعميم الثاني اللي اجوا كنتيجة، انا سجلتها باعتبار اريد اربطها كنتيجة مهمة فيما سأتحدث فيه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله. دقة، يعني للشيطان مسارب دقيقة وطرق قد لا يلتفت لها الإنسان وقد لا تمر على مخيلته، هنا الدقة المهمة. ومن هنا لتكن المرأة في حالة من الالتفات، المؤمنة أن تكون في حالة من الالتفات، وقد خطأ واحد يغير الحياة كلها. التعميم الثالث: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. التعميم الرابع: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم. آيات، تعتبر هذه كلها الآيات الأربع تفصيل بعد الإجمال الذي قدم لآدم باعتبار بالجنة وباعتبار بعد هناك، كانت تقدم إلى الفاتات مجملة، لكن لما إحنا أصبحنا موضع الابتلاء لنزوله في الأرض كبني آدم بصورة عامة، لاحظوا هنا ليس المؤمن،
ليس المؤمن وليس المسلم وليس اليهودي وليس المسيحي وليس وليس، وإنما الإنسان. تعميمات إنسانية. زين، هسه أرجع إلى الآية. يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. الآية تقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، عفوا أنا ما ذكر وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. خلينا نشوف. طبعا الله سبحانه وتعالى ما ينزل إلنا اللباس وإنما المواد اللي تتمثل في أشجار تنبت على الأرض، ماء ينزل، مطر، بعد ذلك يعتبر التربة، يصير عدة أمور، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد، وإن من شيء إلا وعندنا وننزله بقدر معلوم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل السبب كإنزال للمسبب، يعني إحنا لولا المطر ولولا الأرض قابلة للزراعة لما وجدنا هذه الخضرة وهالنخلة وهالشجرة وهذا وهذا هذا. إذن يعني بمعنى وفرنا لكم المواد الأولية، لكن لباس باعتبار الغاية. لماذا؟ يعني وفرنا لكم ما يرفع حاجتكم للباس، لأنكم ستجدون في مجتمعكم البشري حاجة لأن يحجب هذا الجسد، إما عن العوامل الطبيعية من حر ومن برد لا يتحملها، وإما من نفس النظر، لأنك سيجد الإنسان هذا الإنسان من نفسه حالة لا يسمح لأن يراه الإنسان أن يرى منه كل شيء. ولسوء ما يسوءكم، ما يسوءكم يعني ما يضرركم، ما يؤلمكم، ما يحدث عندكم نوع من الحزن في حالة مشاهدته ورؤيته. وريشا، هل كلمة، لأن الحجاب والأناقة، الريش أراد منه تعبيرا عن الجمال، يعني اللباس وما يجعله جميلا. الريش ريش الطير اللي تختلف ألوانه وشكلياته، وبالتالي يؤخذ. وقيل على أن المراد من الرياش أو الريش هو الأثاث الذي يتخذه الإنسان. إذن يجتمع لباس ويجتمع جمال، لكن إحنا لابد نفر. ثم بعد ذلك أشارت الآية إلى نقطة أخرى، وهو الحجاب الثاني الذي يجب أن يكون حاكما على الحجاب الأول، وقالت ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير، إن ذلك من آيات الله. إذن إلفات نظركم يا بني آدم، والتعميم هذا عليكم يحتاج إلى شيء أن تلتفت إليه، هي لحاجة الستر، والستر أيضا يمكن أن يكون جميل، لكن هناك شيء يجب أن يكون حاكما على الستر الأساسي وعلى الستر المجمل، وهو ستر التقوى. وكما أن فقدان الستر هنا يسوءكم، يعني يثير ألما فيكم، إذا انكشف من الإنسان شيء لا يود أن يرى، شوف يتألم يتأذى، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه. شوف الحمام ويدخل عليك واحد رأسه، شوف تتألم تتأذى يعني. زين، يقول لكن هذا الألم في ألم أكبر من عنده،
وهو عندما يفقد الإنسان الحجاب الباطني. هناك ألم أشد، لأن هذا الألم ممكن يبقى هنا لساعة، يبقى هنا إذا المرأة كما الرجل، الرجل كما المرأة، يجب أن ينظران لأمرين في الحجاب. الأمر الأول الحجاب في ستر العورة الظاهرية، والعورة من الرجل معروف، لاحظ القبل، عفوا الذكر، وقد بعض يقول الأنثيين أيضا، يعني باعتبار ما نعبر عنه التابع إلى، وفتحة الشرج، هذا وإن كان أفضل يستر، لكن هذا. أما المرأة فكلها، ولهذا استثني من المرأة ولم يستثن، أما التحديد للرجل حدد هذا وهذا. أما المرأة قيل جيء بالاستثناء فقط، دائرة الوجه والكفين وباطن ظاهر القدمين، وهناك أيضا عند فقهاءنا نقاش هل أن باطن القدمين في الصلاة يتبع لظاهرهما، المشهور لأنه يتبع، لكن يبقى أيضا هناك شيء. فإذا هذه الدائرة، وهناك من أيضا قصر هذا الأمر إنما هو للصلاة. وأما في الغالب عندما سيما يكون المجتمع مجتمع ريبة نحتاج. الآن بعد هذا أنا أريد أخذ شيء. الأمر الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: يا بني ما خير المرأة. النبي صلى الله عليه وآله: يا بني أي شيء خير للمرأة؟ جاوبت الزهراء: ألا يراها الرجال رجلا، ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. هاي دائرة. حادثة بسيطة أيضا بعد ترتبط بالزهرة. دخل ابن أبي مكتوم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وكان ضريرا، هذا أعمى، ودخل على البيت. يظهر أن النبي أحيانا يستقبل ضيوفه وكذا عند الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار ملاصقة البيت، باعتبار كذا، باعتبار المسجد الباب للمحرام من مثل ما نقول. فلما دخل كان ضريرا، توارت الزهراء بخمارها، وكم سائل عن أمره، توارت الزهراء، لفت خمارها عليها وقعدت. التفت النبي قال: يا بني إنه لأعمى بصير، بصير، إنه لأعمى، إنه بصير. قالت: أبا إن كان لا يراني فإني أراه. المرأة تعشق مثل ما يعشق الرجل، والرجل يعشق كما تعشق المرأة، هذه حالة، قطبين يميلان لبعضهما البعض فطرية. هسه أنا أريد آخذ حادثة قريبة، وما أدري إن شاء الله الشباب متابعين. قبل ممكن أسبوعين أو ثلاثة بالكثير شهر، أكو تغريدة من امرأة في أمريكا، سمانة ذاكر في أي ولاية، مسيحية ما هي مسلمة، قامت عليها ضجة كبيرة، وانقسم الناس إلى قسمين: هل مرأة كتبت في تغريدتها إنني قررت وزوجي ألا أرتدي ملابس ضيقة، يعني اتخذت قرار، هذا القرار من الآن ورايح
أني لن ألبس إلا ملابس فضفاضة، وأن تكون هذه الملابس غير مثيرة غير ملفتة للنظر، ما تستوجب انتباه والتفات. هناك من رفض هذا التقييد لحرية المرأة، هذا كذا، بعد ما تدري شو الحقوق المصطنعة. ولم تصب أمتنا بشيء قدر ما أصيبت بهذه الفاجعة التي صورت أن السفور وترك الحجاب والتعري هو جزء من حريتها. هذا الغزو الأكبر الذي أصبنا به، بدل أن يكون الحجاب منأة، الحجاب يحجبها يحجبها يمنحها قوتها، هسه خلشوا. هذا انقسم عنا. ليش هي نشرت؟ ليش نشرت؟ ناقشوها. قالت أني يوم من الأيام كنت داخلة وكنت ألبس لباس ضيق ولباس جميل أنيق يلفت النظر وياي زوج، فرأيت الأعين كلها داخلة ويا براد أو داخل تسوق تتسوق، كل الأعين تنساق نحو، ما دخلت في دكان صغير كبير فوق إلا والأعين تتخذني. لما رجعت إلى البيت قعدت ويا زوجي، سألتها السؤال، قلت له طبعا أنت رأيت الأعين، يعني ما باقي بعضهم، هناك وكاحة ترى في المجتمعات لما تخلوا ولما استهتروا ترى فجائع كبيرة، احنا ما ناخذ إلا الطرف اللي يغرين، لا أكو أشياء كبيرة 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 للغاية، يعني قد تؤخذ المرأة أمام زوجها، عجبها ذاك الرجال جوة تمنينة ومشت إياه، والزوج كذلك، المراقص ورقصون ما بي ها هذا إباحيات موجودة. قالت لا أسئلك أنت كرجل، رجل أنت رجل، أنا زوجتك لو نظر، لكن أسئلك أنت كرجل، عندما تدخل إلى مكان وتجد امرأة مثلي أني لابس اللباس والضيق والجميل، قال نعم، وليس من مرأة تقوم إلا ويتسرق أنظار الرجال، ما يقدر كرجل إلا هناك، ما مش تقوى ما تقوى، هذاك ما يهمدها، هذاك مو سامع كلام الصادق، من نظر إلى امرأة فرفع نظره لم ينزله حتى يزوجه الله من الحور العين، ما عنده هذا، ما عنده على أنه الغض النظر ورفع النظر وإبعاده، هذا ما عنده أن النظر الأولى سهم ها لك والثانية عليك، ما عنده أن النظر سهم من سهام الشيطان، لكن هذه أدركت بالفطرة، أدركت على أن المرأة قد تتسبب، شوف المرأة قد تتسبب وإن كانت مؤمنة محافظة. إسا أنا أخذ لك فتشيء ألفت لك النظر علشان تتوجه، وأحيانا مع براءتها مع طهرها مع نظافتها مع حسن حنيتها وهدف، لكن قد تكون سببا من حيث لا تعلم. هسه احنا لما نرجع الى الصفات الاخلاقيه، اكو صفات اخلاقيه ينبغي ان تكون في الرجل، ينبغي كذا، بينما نلاحظ على ان الاسلام يفرض الافضل ان يكون في الزوجه نقيضها، عكس التكبر، التكبر خصلة مرفوضة، خصلة غير محمودة، التكبر قد تورد صاحبها النار، التكبر مبغوضة،
هل تعلم على أنها صفة محببة أن تكون في المرأة؟ الزهو التكبر، بعد الخوف، الخوف أن واحد يخاف واجد وخوف مفرط يكون هذا مو زين، لكن في المرأة جيد. البخل، البخل في الرجل مرفوض في المرأة محبوب. شلون نكيفها هذه؟ شلون يعني نكيفها مع الآداب الإسلامية الرفيعة السامية السامقة؟ شلون تكيفها؟ ليش؟ بأي صورة؟ يعني إحنا لما نقول المرأة التكبر يعني تتكبر على زوجها؟ لا لا، تعالوا شوف، العزيزة في بيت أبيها، الذليلة في بيت زوجها. هذا عندنا تعاليم. شلون نكيفها؟ لأن المرأة إذا لم تكن متكبرة وإذا لم تكن زاهية اجهل، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. إذا ما تكون شديدة ومتكبرة على هذا اللي يواجهها تصداد بكلمة، تصداد بعمل، لكن لما تجد في نفسها التكبر والعلو على مثل هذا وذاك، ولا تسمح لنفسها أن تنزل لكل من أراد، يصير هذا حماية إلها، حماية. الخوف يعني معنى يعني خافي من السنورة، يعني خافي من، لا لا، وإنما الخوف من أجل أن تكون محاذرة على نفسها، محاذرة على سمعتها، محاذرة لأهلها، محاذرة على ما يحرمه الله منها. هذا الخوف. إذا ما تخاف ما عندها مانع، طلعت الصبح لو طلعت نص الليل، لقد تكون طلعتها نص الليل تحت أنماء أخاها ما بي أشياء بتطلع، لكن كم عين ستسرقها، ثم كم كلمة ستتعلق، وقد تكون حتى شوف صلاة الجمعة بتروح صلاة الجمعة تروح وحدها وتروح ماشي سلو واحدة من المارخ تطلع يوم الجمعة، وهي تطلع من المارخ إلى صلاة الجمعة في دراز ماشي بروحها، ما حد يشوف، تلفت النظر له لا، ما حد يقول تعالوا هذه وش فيها، يعني يومية كل جمعة رايحة، يعني هذه ما تخاف أحد كذا. ثم ربما هذا الموقف يجر موقف آخر من اللي نفوسهم مريضة، هاي فرصة من هاي تطلع، خلنا أشوف هذا، بطلع أنا اليوم بأشوف بتمشي بقترب منها، سلام عليكم، ما ردت مرة ثانية، سلام، ردت مرة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد. البخل، لأن المرأة سيدة بيتها أمينة لزوجها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما استفاد امرئ فائدة بعد الإسلام. دين الدين، شوف المرأة شقد قيمتها، شقد منزلتها، شقد عندها من مكانه، من مقام عند الله، عند رسوله، عند الأئمة، عند الإسلام، اتعادل. ما استفاد امرئ فائدة بعد الإسلام، الإسلام بكل أوامره ونواهيه وعقائده وشرائعه، لأن عندنا عقيدة وعندنا تكليف، الأحكام، عندنا عقائد اللي ما نقلد فيها وعندنا الأحكام اللي نقلد فيها، زين، هذا كله. ما استفاد امرئ بعد الإسلام شيء أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، شوف الثالثة، وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها. أمينة. البخل إنما يراد منه حفاظ، حفاظ. إذن المسألة أن الحجاب واجب، الجمال في الحجاب
أمر قد يكون حسن مطلوب، لكن بشرط ألا يتعارض مع الحجاب الحاكم على الحجابين. الحاكم على أصل الحجاب ووجوبه، والأمر المستحسن الذي يلحق به. فعلا كلنا احنا حتى لما ألبس ثياب متناسقة كذا حتى المرأة هم مثلي، لكن بشرط ألا يقود هذا الأمر إلى شيء آخر ويتعارض مع حجاب آخر، وهو حجاب التقوى. عزيزتي إذا كنت ستتألمين شيئا بسيطا من تركك لحجابك هذا عندما ينظر لك من لا تريدي، مو متقاصد، ممكن أنت تتأذين ها؟ تألمين، لكن هناك سيكون الألم لترك الحجاب الباطني أكبر. فإذا على المرأة أن تفهم على أن مسألة الحجاب مفروضة إسلاميا، هذا جانب. الجانب الآخر الجمال مطلوب، ولكن بشرط أن لا يتعارض مع شيء آخر. إذا أصبح تنسيقك إلى ملابسك وحجابك وشكلك يثير الآخرين ويوجههم، إذن أنت فقدت حجاب التقوى. وفقدك لحجاب التقوى وأمكن موقف واحد قد يعرض المرأة بأن تخسر حياتها كلها، سيما أن المرأة حساسة. فإذا علينا أن نتعلم في درسنا الفاطمي هذه المرأة ماذا تقول؟ أي شيء خير للمرأة يسألها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تقول أن لا ترى رجلا، يعني إذا ما هي مضطرة، إذا ما هي مجبرة، مو ضروري اليوم ما عندي عمل، ماكو داعي أني أطلع من البيت ولا ماكو داعي أني أروح للمكان الذي تؤدي إلى الاختلاط، ماكو داعي أن أروح إلى المكان الازدحام الذي ربما جرني للملاصقة مع الرجل، ربما جرني إلى الكلام. أنا الآن صور، أنا إلى الآن أذكر حقيقة موقف أعتبر نفسي أنا في ذاك الوقت أجل مو صحيح. ها؟ أنا داخل دكان في سوق واقف وأشتري حاجة، بحكم الشراء والمبايعة لابد أني تقول بدينار، أقول دينار. كانت المرأة قالت، قلت ليش مو هالي؟ والله قالت لي سامحني ترى ما أقدر أخذ وأعطي واجب. والله أنا التفت، أنا التفت قلت فعلا امرأة، شو امرأة هذه إذا كان بهالصورة، فما بالك عندما يكون الأمر أكو غاية أكبر وغاية أخطر وغاية وغاية. إذن الجمال مطلوب في اللباس، في كل شيء في المطلوب، حتى احنا نطلب المرأة الجميلة، تطلب الشباب مجرى جميلة، لكن ليس كل جمال. يقول رسول الله إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول من؟ قال المرأة الحسنة في منبت سوء. لماذا لا نتعلم في أي موقف من مواقفها، بكل موقف بأي حال من الحالات، ماذا عملت الزهراء يوم أرادت أن تخرج لتطالب عن علي بعلي خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها، تقول الرواية فألقت عليها خمارها، لافت عليها خمارها وخرجت في ملة مجموعة من نساء قومها. الله أكبر، مع أنها جاية لغاية عظيمة، جاي لهدف يساوي الإسلام كله والدين كله، صاحت كسرت ضلعي فصبار، أسقطت جنيني فصبرت،
لطمت عيني فصبرت، نهبت حقي فصبرت، لكن ما عن علي صبرا حتى انتهت يم القبر قعدت تجر والنكئيبة. ست لسو تنشد المنبر عن خطيبة، تقل يا منبر صفوة العلام وينه، وين الأنوار اللي تشعلنا بجبينه، نورة تحجب وظلم الدنيا علينا، أيامنا سودة ومصايبنا عجيبة. خلف الستر قعدت وكانون القلب ثار، جذبت الولنة وكل قلب منها اشتعل نار، حمدة الباري وذكرة الهادي المختار، كل من سمح حد زفروها جب نحيبة. حكم الشريعة بينت للخلق معناه، ووضحت دين المصطفى بيا سيف مبناه، وياه الكشف كرب الرسول أعلاه، ودناه تحجي وتبجي والقلب يسعر لهيب. بأي حال مكسورة الخاطر، ومن يجبر كسرها تحيته عضته عضته عد. الله أكبر. ها وهي تنظر من هنا وهناك والناس في بكاء ونحيب، لأنهم ذكرتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا يا علي قل للزهراء ترجع قبل أن تنطبق السماء على الأرض. قال سلمان قل للزهراء عن قولي أن ترجع فقد بعث أباها رحمة للعالمين فلا تكن عليهم نقمة. إجا سلمان سلم على المخدر، سلم على بضعة رسول الله، سلم على حبيبة رسول الله، صاح يا زهراء أقول لك عن قول علي بن أبي طالب حجة الله على الخلق، ارجعي إلى الدار، بعث أباك رحمة للعالمين، لا تكونين عليهم نقمة. قالت سلمان كسروا ضلعي فصبرت، أسقطوني جنيني فصبرت، أخذوا نحلتي وفاضل أرثي فصبرت، ولكن ما عن علي صبرا. أو ما تنظر إلى حسن وحسين وهما يبكيان، ينادون مرة وجدا يا وأخرى وأبتا وثالث وأما، ردت عليه تقل بدمع منثور لولا الصبر خليت كل العالم يموت، سقط جنيني بالحشا والضلع مكسور. والله يا سلمان العبيد ورم المتن، أنا أحلف بقبر المصطفى وعزة المعبود، هالباب ما خليه حتى حيدر يعق، ينشف دموع أولاده لتجري بالخدو، إلا تلومني وشوف حال الحسن وحسن بنت من لأم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا الله
تقبل عزاءنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اقطع أيدي الظلمة أن تصل إلينا، فرج عنا وعن إخواننا المؤمنين سيما المرضى والمعلولين، الجرحى والمصابين، الخائفين والحائرين والمضطربين، المبعدين والمفقودين والمنفيين، الأسرى والمساجين سيما سماحة العلامة الشيخ علي. اللهم فرج عنا وعنه وعن بقية الأسرى فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، علماءنا الربانيين الماضين الأخيار. اللهم علماءنا الباقين المدافعين عن عبادك المظلومين المستضعفين، وسيما رموز الدين يا رب العالمين ومراجع التقليد. احفظهم اللهم بعينك التي لا تنام، واكفنا وإياهم كل يد طاغية باغية غاشمة ظالمة. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف أجرهم، أطل أعمارهم، بارك في أرزاقهم، وفقنا وإياهم لمراضيك، جنبنا معاصيك. لأمواتهم، أموات الحاضرين، للشهداء الصديقين، العلماء الربانيين، خدمة الحسين، من مضى على ولاية أمير المؤمنين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.